يقول لك شنو قضية الزيت الأكسباير في مخازن وزارة التجارة، ولماذا وزير التجارة يعلن تحويلها إلى صابون غسيل؟ زيت يتحول إلى صابون غسيل شلون؟ يقول إنه طبيعة وجود المواد منتهية الصلاحية اللي تتحفظ عليها الوزارة داخل مخازنها من 11 سنة من خلال التأكيد على أنه بعضها لم يتم توزيعها على المواطنين بداعي عدم مطابقتها لذوق المواطن العراقي. وهناك 3000 طن من الزيت، كلفة الطن الواحد من عندها 1900 دولار، محفوظة داخل مخازن الوزارة التي تعاقدت عليها منذ عام 2008، وأيضا هي مستوردة من شركات ماليزية من خلال تجهيز التجارة. وبالفعل وصلت هذه الزيوت إلى مخازن التجارة في عام 2009، ولكن انخفاض الأسعار عالميا في تلك الفترة والأزمة الاقتصادية اللي صارت على أساس يعني ماكو أزمة اقتصادية زين، الأزمة اللي صارت بال 2009 العالمية صارت مشكلة بين الشركات اللي جهزت وزارة التجارة، وكانت هناك محاولات لفض الموضوع من أجل توزيعها على المواطنين، لكن المشكلة استمرت سنين دون جدوى حتى أصبح الزيت المجهز منتهي الصلاحية expire، ليصدر بعدها مجلس الوزراء قراراً ببيع مادة الزيت إلى وزارة الصناعة. يعني الزيت جابوه من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة من أجل تحويلها إلى صابون غسيل. وقد شكلت لجان تحقيقية وصدرت أحكام قضائية بحق المقصرين وحول شحنة الشاي المنتهية الصلاحية إلى جانب الزيت، يعني مو بس الزيت منتهي الصلاحية وراح يسوي صابون، حتى الشاي أيضا منتهي الصلاحية، حيث أوضح السيد الوزير أن الصفقة أبرمت في عام 2009. إيش هالعام هذا؟ عام 2009 أبرمت مع شركة سريلانكية على أساس تجهز الوزارة ب 30,000 طن، سعر الطن الواحد 2800 دولار، وقد وصلت الشحنة ودخلت مخازن الوزارة وكانت مطابقة لجميع المواصفات القانونية والفنية، لكنها أيضا لم توزع على المواطنين حتى انتهت صلاحيتها حال حال الزيت بحجة عدم مطابقتها لذوق المواطن العراقي. ولذلك أني أقترح مثل ما صار قرار بتحويل الزيت الأكسباير إلى صابون، المفروض بما أنه عندنا شاي همينة منتهي الصلاحية يحولوهن اثنينهن وزارة الصناعة الزيت والشاي، ويضيفون الخفطة مات الشاي على الزيت ويطلعون صابون بريحة الشاي لمعالجة البشرة والكلف والصداع والتنفس والمشاكل التي تحدث بالبشرة. طبعا حاليا الجانب العراقي مكتفي بمادة السكر، بس ذا السكر همينة منتهي الصلاحية وراح يسوونه. شو يسوون السكر؟ والله ما أعرف شو يسوون. اللي يتم تجهيزه من شركات الاتحاد العراقية بموجب قرار من مجلس الوزراء رقم 98 اللي ألزم الوزارة بالتعاقد مع المنتج المحلي حصراً عن وجود مواد غذائية استوردتها وزارة التجارة لمدة 10 سنوات وبعضها همينة منتهي الصلاحية، والآن يقولون أنه لدينا في مخازن وزارة التجارة مادة زيت مستوردة لمدة 10 سنوات بعضها منتهي الصلاحية. طبعا ننتظر رد الوزارة لمعرفة تفاصيل وجود تلك الشحنات، وفيما إذا كانت هاي المعلومات اللي بدنا نحكي عنها صحيحة أم لا، لأن أكو تسريبات على أنه أكو زيت منتهي الصلاحية وشاي منتهي الصلاحية وشكر همينة منتهي الصلاحية. الزيت يردون يسوونه صابون، والشاي همينة اقترحنا أنه نضيفه للزيت ونطلع صابون أبو الشاي بنكهة الشاي، ونشوف الشكر همينة شوف شو راح نسوي به. الله كريم منا لذاك الوقت الحد ما يجي الرد، وها هي خلاص بعد خلصنا.